صليت اللسان الحقيقي يا عم فرح. ده بيقول لك ان لا 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 انا هقول لك انا شفت المسلسل عم فؤاد مش صليت لسان عم فؤاد يعني مش متمالك اعصابه يا سلام وانا هرن الجرس ليه عليكم يا عالم يا زباله انا كلمتك يا راجل انت دلوقتي رنيت الجرس وحرن الجرس ليه يا زباله لا انت اتجننت خالص وراحت منك على الاخر انت اللي وليا مهزقه احترم نفسك انا ممكن اهزقك قوي بس انت عشان راجل كبير واحنا جيران فاهم هتردي تقولي ايه يا مهزقه واضح انك ما تربيتيش وانا اللي هربيكي اتفضلي اطلعي بره جهله ومتخلفه ما تشتمش المقاشه دي عشرة عمر عمرها ما زعلت ولا اشتكت ولا سابتني ومشت عشان كده لا يمكن ابيعها ابدا يا يعني المقاشة دي عشرة عمر عندها اصل مش زي ناس كتير سابوني ومشوا عشان كده لا يمكن افرط فيها ابدا يا عم فؤاد انت شكلك مضغوط قوي وعايز تفضفض فضفض لي قول لي مين اللي سابك ومهنش عليه العشرة انت جاية تشتغلي وتنضفي ولا جاية تتسمري معايا يا حيوانة ايه ده يا عم فؤاد ايه النقلة دي انت ليه متعصب كده ايه ده ايه ده انت شايفاني مجنون يا حيوانة شوفوا شغلك ابو اشكالكم السلم ما بيتمسحش ليه يا معفن ما يا عم فؤاد انا كنت بقول تواشيح دلوقتي حاضر هنمسح حاضر صلي على النبي احنا جايبينك العمارة عشان تبقى معفنة زيك يا نتن خلاص يا عم فؤاد هنمسح حاضر هنمسح ايه الزبالة اللي انت فيها دي طب اسكتك كيف انا دلوقتي اسكتك كيف اقول لك يا عم فؤاد انا قذر ونتن ومعفن وكل الحاجات ارتحت كده شوية مين اللي سويت اللسان إيه عم فؤاد ولا عوض عم فؤاد اصل حاتم صاحبي يا سلام مش قادر ازعل لا طبعا لا هو في فرق عوض في الاصل هو شخصيه نرجسيه تمام غير عمو فؤاد لا لسانه طويل هتشوفوا ده في الحلقات اللي جايه شتم ستات العماره كلهم ده شتمهم بالام وبالاب وبكل حاجه اللي تقوله الاستاذ منى هو لا بس انا هقول لك على حاجه طب معلش هو الفرق حتى ما بين شتايم عم فؤاد وعوض لا ده راجل بي يعني هو عوض عصبي والعصبيه بتاعته هي اللي بتخلي برضو الموضوع يبقى فيه طوله لسان شويه مين انت انا الراقصه دنيا الزهر ومالك بتقوليها بفخرك ده انا الراقصه دنيا الزهر ايه يعني غزيه يعني غزية؟ ايوه غزية انت اللي زي في بلدنا بنحدفهم بالطوب بعد الفرح ونفضل نقول لهم هز يا وز هز يا وز لا ده انت كده قليل ادب وعاوز اللي يربيه تربي مين يا حرمه يا جبيح انت اطلع بت على شقتكم بت ايوه بت وكلمه كمان يا هصفغ الكفه وارجع لك صف اسنانك على شقتكم ده يا عماره عوض ابو حامد ده يعني كل سنه وله ناس مرتب قالوا ايش غرض الحزينه قالوا جواز الدق السجاد يا بنت مرتب يا ام مرتب انت خليهولك انت فاكراني يا بنت ناقص فلوس ده انا اشتريكم بغوازيكم بكباريهكم بالبيرة الاستيلا بالسنجره بالهنكن بالكل كلينه والله العظيم اصفخكم بقفا يدي ايه البنت اللي مش لاقيه ربايه دول انجلي يا لفته وشد في عروقك بكره تتخللي والكل هيدوقك فكيني لو سمحتي فكيني ثانك يو ايه يا حيوان انت انت يا حلوان يقرب بيكم ده انتوا تطجقوا الغراب نلسك فله يا عوض نلسك زي الزفت يا راجل انت مش شايفني باخد وقتي بحالي انت يا بلدينا باب الزباله تحت زباله والله ما في حد زباله غيرك يا واد انت انا شكلي زباله ولا ايه ده انا عوض ابو حامد وعبد العمد حامد ابو زعفات تقول لي زباله عوض مين وحامد مين انت عايز ايه انت بتعرفنيش ولا ايه لا ما اعرفكش غريبه مع ان ما فيش حمار في البلد دي ما يعرفني اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه